يا مساء الفل والانوار. عنوان الحلقه النهارده او الهيرو بتاع الحلقه النهارده هو الموز. الموز يا جماعه ده طلع كنز بيتعمل بيه حاجات كتير جدا جدا، ووصفات كلها احلى من بعض، للجسم وللبشره وللشعر وللاسنان وللشفايف، حاجات كتير قوي. انا في حاجات منهم كنت عارفاها وبعملها وبصراحه كانت لطيفه معايا، في حاجات جديده عرفتها، فقررت النهارده اقول لكم شويه وصفات حلوه قوي كده بالموز، شفايف وبشرتنا ولسناننا. يلا بينا اقول لكم الوصفات. هناخد موزه لطيفه كده صغنونه، تمام؟ على فكره بالموزه الواحده ممكن نعمل اكتر من وصفه. حاجه بقى مهمه جدا، شايفين القشر اللطيف ده؟ اوعي ترميه، هقول لك تعملي بيه ايه. الوصفه دي للجلد الميت حلوه جدا جدا، هتجيب معاكي نتيجه. هناخد حته من الموز، تمام، نهرسها مع زيت جوز هند، انا سيحته طبعا، نهرسها كده كويس، وهنضيف معلقه كبيره من السكر البني لحد ما يبقى ده القوام بتاعه، نخلطهم كويس كده مع بعض. هتاخدي الخليط ده تحطيه على المنطقه اللي فيها جلد ميت اللي انت حابه تتخلصي منه بحركات دائريه كده، وبعدين تسيبيه لحد بكتير قوي 20 دقيقه، وبعدين قبل ما تشطفيه ارجعي برده تاني اعملي حركات دائريه على المنطقه، وبعدين اشطفيه بالميه. لو عملتي الوصفه دي مره في الاسبوع او كل 10 ايام هتلاقي نتيجه ملحوظه جدا وحلوه جدا، هترطب بشرتك، هتنعمها، السكر البني بيعمل زي عمليه سكرابينج كده للجلد، فالجلد الميت بيتشال، فبتفضل بشرتك كده ناعمه. الموز وزيت جوز الهند مرطب عالي جدا البشره، فبنصحك تعملي الوصفه دي لو بتعاني من مشكله الجلد الميت. الوصفه الثانيه بقى للشفايف، سكراب رائع للشفايف بقشر الموز اللي قلت لكم ما ترموهوش. هناخد قطعة من القشر كده، هنعمل عليها ايه بقى؟ هنحط سكر بني او سكر ابيض براحتك، هنحطه على قشر الموز، وبعدين ناخد شوية عسل ونحطهم بالشكل ده، هنوزعها كده على قشر الموز. هناخد بقى الموضوع ده ونبتدي نعمل سكراب على الشفايف كده، انا بس عشان العسل ما يقعش، بحركات دائرية 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 كده لمدة مثلا ايه 5 دقايق، تمام؟ وبعدين بتشطفي شفايفك عادي جدا. الوصفه دي بقى للبشره البهته الشحبه، اوقات كتير بيبقى بشرتنا كده ما فيهاش نضاره، بنبقى عايزين نعمل لها حاجه كده تديها رونق كده وتبقى مشرقه ونضره، فالوصفه سهله قوي. مكونات الوصفه موز، كركم، زيت جوجوبا، والوفيرا جل، معلقه صغيره من زيت الجوجوبا، هنهرسها مع الموز الاول، ومعلقه برضو صغيره من الالوفيرا جل، مع معلقه صغيره من الكركم، ويا ريت لو الكركم المخصوص للجسم. هنغسل بشرتنا بالغسول المناسب اللي احنا بنستخدمه، وبعدين هنحط الماسك لمده 5 دقايق بالكتير، وبعد كده نرجع نغسله تاني. عايزه تغسليه بميه اوكي، عايزه ترجعي تغسلي بالغسول تاني مفيش مشكله، وبعدين اهم حاجه بعد ما تغسلي بشرتك ان انت ترطبيها بكريم المرطب الخاص بيكي. حاجه بقى لطيفه جدا ممكن نعملها بقشر الموز دي، زي ما هي كده ناخدها ننضف بيها اسناننا من يعني من جوه كده لبره بحركات دائريه، هتلاقي فرق غريب. يعني انا لما جربتها، انا بس بعمل الحركه دي من زمان، بس اول مره جربتها اتفاجئت، يعني كنت بحسبها حاجه كده من على النت من حاجات الفكسانه، بس طلعت لا حقيقيه بجد، بتفايض السنان، بتنضفها، بتديها لمعه، عارفه يعني كانك بعد ما بتبقي غاسله اسنانك بتحسي كده بتزييقه من كتر ما هي نظيفه، فقشر الموز بيعمل كده. ودي كانت 4 استخدامات لطيفة جدا للموز والقشر الموز عشان نعرف نستفيد منه لبشرتنا ولجسمنا، شفايفنا، اسناننا. الحاجات دي انا بجربها وعملاها من زمان جدا ومعايا جايبة نتيجة لطيفة، فقلت اقول لكم عليها عشان انتوا كمان تجربوها وتستفيدوا بالموز وتستفيدوا بقشر الموز، عشان احنا بنرميه ومش بنستفيد منه بأي حاجة. وهبقى اعمل لكم كمان وصفات تانية بالموز وبقشر الموز للشعر، استنوني في حلقات جديدة.